إذا من أكثر أنواع اللو باس فلترز أو الأكتف فلترز. أنا لاحظوا هذا أكتف فلتر مش باسف فلتر، لأنه كان مثلاً باسف فلتر كان ممكن يكون عندي باسف فلتر زي هيك. مثلاً هذا مثال على باسف فلتر. باسف فلتر هون ما فيش فيه أكتف كومبوننت، هون في عندي أكتف كومبوننت. أوكي، هذا مثال على، فإذاً هذا أكتف فلتر. هذا احيانا بنسميه، في ناس بيسموه سكند اوردر، بس راح تشوفوا مرات التيرمينولوجي ايش بتقول. تو بول، كاني انا رجعت من هون كانه اعطاني تو بولز، كانه هذا راح يعطيني بول وهذا راح يعطيني بول من هون. يعني هذول هاي النتورك، هذا الار والسي، والار والسي بيشبه الى حد ما هذا. يعني اذا اخذنا هذه هون عملنا كيلينج للفولتج سورس، كان هاي مشبوكه مع الجراوند، كانها الى حد ما. فهذا عماله بعطيني لو باس، لو باس فلتر. عندي هلا هون الكت اوف فريكونسي راح تساوي 1 على 2 باي ار جذر سي 1 سي 2. والحاله هاي اذا اخترنا هذول الفاليوز سي 1 وسي 2، هذا عباره عن ايش؟ 0.707. هذا عندي هون جذر التنين، هذا 1 على جذر التنين، مش هيك؟ اذا ضربت جذر التنين في 1 على جذر التنين راح يربوا مع بعض، راح ياخذ سي مع سي من هون، راح يصير عندي 1 على 2 باي R C cut off frequency. اوكي ماشي واضح؟ R و C. بس الاختيار للقيم هون، الاختيار هذا الموجود للقيم هون، انا بعرفش ايش بيختلف اذا اخترنا قيم مختلفة، بس بشكل عام هذه cut off frequency، cut off frequency تبعت هذا. هذا سميناه second order two pole Butterworth filter، واسمه انشهر من يمكن اسم الناس اللي انشأوه. هذا طبعا low pass. كيف بعرف انه هذا low pass مش high pass؟ احنا بشكل عام اذا عندي دائره زي هاي، هذه ايش؟ لو باس ولا هاي باس؟ هاي لو باس. انا الكل فاهم ليش لو باس؟ شو اسمه ضرر على الفولتيج. لو عندي هون انا لو فريكونسي، فيري لو فريكونسي، لو فريكونسي ايش ببين الكاباستر بالنسبه للو فريكونسيز؟ اوبن سيركت ولا شورت سيركت؟ قديش اكس سي بتساوي؟ واحد على جي هيك، اكس سي واحد على جي. مظبوط. انا حطيت هون اكس سي، انت بدك تحط زد سي. ها لما يكون عندي لو فريكونسي شو ببين هذا بالنسبه للو فريكونسي؟ اوبن سيركت. ببين هذا كانه اوبن سيركت، فاللو فريكونسي بتمر وبتطلع، مش هيك؟ شو ببين هذا بالنسبه للهاي فريكونسي؟ شورت سيركت. اذا انا عامل شورت سيركت هون، هل في شيء بيقدر يمر لبرا؟ رح نعمل له شورت سيركتنج. مظبوط. هذا ايش، لو باس ولا هاي باس؟ لو باس. اوكي، لكن لو عندي هذا الكاباستر ايش راح يبين بالنسبه لللو باس؟ هاي فريكونسي ولا هاي امبيدنس ولا لو امبيدنس؟ بالنسبه لللو فريكونسي هاي امبيدنس، فكان هاي اوبن سيركت، مش هيك؟ اذا اللو فريكونسيز ما بتقدر تمر. لو كانت الفريكونسي هاي، هاي فريكونسي ايش ببين هاي بالنسبه للهاي فريكونسيز؟ كانها شورت سيركت. مضبوط، فبتمر لها. اذا هذا لو باس فلتر، فيري فيري سمبل لو باس فلتر. هذا هاي باس. هذا ايش الاوردر تبعه؟ فيرست. وهذا فيرست. وهذا بعطيني بول، لو طلعت عليه من ناحيه الترانسفير فانكشن في الكنترول، هذا بعطيني بول، مش هيك؟ وهذا بعطيني بول. بس اذا، او عفوا، بعطيني هذا بول، هذا بعطيني كمان بول، بعطيني بول وزيرو يمكن هون. إذن هذا بعطيني بول وزيرو، هذا بعطيني 1 بول. اذا عندنا هذا لو باس فلتر ار وسي 1 وار وسي 2، وهي حطينا هون الفريكونسي. وهذا اظن هذا حتى واحد من البروجكتس اللي اعطيتكم اياها من هون. لو بدي الغي هذا واحوله لهاي باس فلتر، ايش بدي ابدل؟ محل الريزستر ايش راح احط؟ كاباستر. محل الكاباستر بنحط ريزستر. محل الريزستر هون بنحط كاباستر. هذا بصير سي تو سي، هذا بصير ار 1، وهذا بصير R2. هذا أظن إذا أنا مش غلطان هذا بصير عليها تأكد منها. اوكي، وهي نفس الشيء بتصير عندي، بصير عندي كات اوف فريكونسي، لكن الترانسفير فانكشن او البودي بلوت كيف راح يصير شكله بحاله الهاي باس؟ ما راح يمرق. اوكي، ما
مظبوط. هذا ايش؟ هاي باس ولا لو باس؟ هذا هاي باس. هاي باس. ايش السلوب هون راح يكون؟ ماينس 40 دي بي، لانه هذا سكند اور ريزيستر، هذا ماينس 40 دي بي او بلس هون بالحاله هذا يكون بلس، يعني هي 40 دي بي بير ديكيد راح يزيد، كل ديكيد راح يزيد مقدار 40 دي بي، لانه سكند اوردر 60 دي بي لو انه ثيرد اوردر. اوكي؟